잡아. أشوف فيك يوم يا موكوس. وليه يوم ما توطي صوتك؟ خليها أسبوع. هي الدواء كده يا بيبي، بليز ما تلخبطهاش. ادعي يا سنة، ادعي بقى أنت عشان مستقبلك الغنائي الزائف. تضيع مستقبل أمك؟ هي ماما كمان عايزة تغني ولا إيه؟ لا، ماما عايزة ترقص. جات لي فكرة فظيعة يا بيبي. ليه أنا ومامتي ومامتك ومرات أبوك ما ننضمش ونعمل فرقة غنائية مشهورة جدا ونسميها الفور منطقي؟ أنت بتقولي أي كلام على فكرة يا رانيا. معقولة يعني فرقة غنائية إيه؟ يا جماعة أنا فرصتي قوية جدا إن الأشعار بتاعتي تطلع للنور بقى، بدل ما هي متهببة متستفة كده. يا بيبي لا، حرام عليك، تستفها ده جريمة. بليز يا بيبي، أشعارك لازم تطلع للنور، كل الناس تسمعها. رانيا اوعي تكوني بتجامليني يا رانيا. انا لا يمكن. خليك ذكي مره في حياتك، لو ساعدت ابوك على انه يطلق منطقي دي، ساعتها الباب هيبقى موارب بقى لامك. ساعتها احتمال الميه ترجع لمجاريها. انت اكتر واحد مستفيد من التجربه دي، قولي ليه. ليه؟ ساعتها هتبقى راجل وخمس ستات بس. يا سلام يا سلام، ولو اخلص منك انت كمان يا سناء ابقى راجل واربع ستات وبس. أمين يا رب العالمين، يا رب بقى نخلص بقى. يا ونفسي بقى كمان ابقى راجل وتلات ستات. وبعدين انسى، قاعد على قلبك، عانس للابد. طب دلوقتي مشكله بقى تانية خالص بقى يا سناء، ان انا وعدت منطقي ده ان انا هديها اشعار. يعني انا مش فاهم اعمل ايه بقى، يعني منين بقنعها ومنين اقول لها لا ما ينفعش؟ طب ما ده العادي يا بيبي، هي دي اول مره يعني تغير فيها كلامك ده على طول. على رايك انا بغير رايي في اليوم مثلا بتاع 50 مره، المهم المصلحه. انا شايفه من وجهه نظري ان الموقف الان شديد الاشتعال الغنائي، فانا من وجهه نظري ان انت تجيب بنزين وتسكب كميه قليله او كثيره على الموقف لكي يشتعل. ماشي، انا هتصرف. وحيات اللي اللي في ايدك ده كله، وحيات المبسم الذي يلمس شفتيك الصغنطتين. اسمع ابنك هذا، ابنك مرهف الحس، الشاعر العظيم، شاعر الأزقة والحواري والميادين ودورات المياه والدورات الأولمبية. ما تحرجنيش بقى. ولا عادل، انت من امتى رد مرهف الحس اللي بتقول عليها دي؟ انا اول مره اسمع الموضوع ده يا بابا صراحه. يعني مرهف مراهيفه، عادل مراهيفه، قول يا شاعر يا مرهف. صراحه يا بابا يعني انا بعد ما درست الموقف كويس قوي اكتشفت ان حضرتك عندك حق في انها ما ينفعش تغني. يعني ايه تبقى مراتك بتغني ومغنيه شوارع ورصيفه؟ لا، ما انا غيرت اتجاهي، غيرته خالص. انا خلاص اتفقت مع عبد المطلب، هيجيني بكلماته، وعبد الحليم باحساسه، وعبد الرحمن ابن خالتي بالطبنجه بتاعته هيقفل شارع 9، وهنقعد بقى فيه نعمل كل اللي نفسنا فيه. قول يا مرهف، دافع عني. بابا صراحه انا جاي النهارده عشان احييك على موقفك الرافض لاي اغنيه واي موهبه على الرصيف. بتقول ايه؟ نقعد نصرخ ولا ايه؟ بقول ان انا رافض، انا رافض يا بابا ان مراتك تغني، ان انت كمان بتحافظ. انا ما يهمنيش الاشعار بتاعتي، بابا يحافظ على سمعه العيله، دي اهم حاجه. وبعدين لعلمك انا اغنيه ياما مطربين، ياما مطربين كتير جدا كانوا عايزين ياخدوا الاغاني بتاعتي وانا كنت برفض. يعني بجد؟ يالا. ها؟ زي مين؟ يعني مثلا عندك المطرب اللي طلع في الاخر ده. فاكر. وعندك المطرب اللي طلع في الاول. ايوه. وكان في اتنين مطربين في النص طلعوا برضه كده بس نزلوا على طول. اللي يشوف كلامك امبارح في التليفون يا ابني ما اشوفش موقفك النهارده بالشكل ده. لا اصل انا صراحه يا بابا الكلام بتاعك هزني جامد قوي، وخدت الكلام بتاعك دورته جوه دماغي ورجيت دماغي جامد، قلت لا ما ينفعش. انا مش مهم جدا كلماتي تتنشر، مش مهم خالص ان كلماتي تتغنى، المهم موقفي معاك انت يا بابا، لان موقفك موقف بطولي ولاول مره في حياتك يا بابا. هل جبتك يا عبد المعين تعين؟ لقيتك يا عبد المعين مش فاضي، بتنخور في الطين. طين؟ بالعكس، ده موقف بطولي. شفت بقى؟ ذاك الشبل من هذا الأسد. يا حضرات القدس.